قلك من 2021، من بداية 2021 تم إصابة 5 أشخاص بداء الكلب. داء الكلب في تونس باش يفكرك؟ داء الكلب أصلاً هي أول مرة سمعت بيه أنا. داء الكلب بدي يعني ما عادش كيش طلعوا فيها لا وعنش. داء الكلب يعني موش موجود في تونس، موش موجود أبو سيبك أن يكون موجود. هما هما معناها عندهم إصابات داء الكلب موش موجود. أنا موش موجود، أنا مريتش، أنا كفي تونس ما شفتش خطر حالاتهم. ملعبات متخوفة أنه يكون يعني دايما تشر بكثرة كما الكورونا جات كعبة واثنين وثلاثة وليه ما نعرفوهاش كورونا طويكة ما شاء الله ولات عايشة معنا، ولات عايشة معنا سخرة. بالنسبة لي أنا ما جربتهاش كورونا جم زيد والله لا فاكسان لولا لا فاكسان لولا فاكسان ثانية لا ما عملت تيست. اش قولك علي؟ الحمد لله يا رب نلبس بافيت والحمد لله يا رب. لنهار تسكر خشمك لنهار كحيل جميل. شتي كان في البحر شنو تسكر خشم؟ عندنا قرب صحنا شنو تسكر خشم؟ مش تسكر وليت نابل ما في تونس يعني عندكم برشا ما في كنابل. صعب العكس، هما في نابل اكثر ولايه تم يعني عملت التلقيح صحيح. يعني بالنسبه لي انا نحكي سكرتك نهاري كان نابل على خاطرها زاد تصابت برشا بالكورونا. بالنسبه لي انا ما تقولش عندكم انتم لهنا لي عندكم انتم لهنا في تونس موجوده هنا خاطر نخدم لهنا مش نحكي معناها موجوده في تونس لهنا موجوده معناها بكثره خاطر فما برشا اكثر امثله يعني بيك يعني ماكش خايف من داء الكلب؟ مش خايف من داء الكلب جملة يعني ماكش خايف يتعدى حد تعدى كلب حشيك؟ نعيش معاهم في الدار. عند مربي كلاب؟ مربي كلاب. ما تخافش كان هما زاد يجيبوك؟ سنين عمري ربي في الكلاب امبوسيبل معناها متربي في الحيوانات معناها والله. برشا عباد تقولك انا كما قلت انت عايش في وسط الحيوانات في الشارع حشيك معناها قلت كذا ملقح ديجا علي عشرت برشا حيوانات في حياتي. عشرت صحيح مانيش ملقح فهمتني عشرت حيوانات وبالرسم الحيوانات خير من اللي قاعد معناها المونتاليتي اللي قاعده تصير في تونس. وفيش الحيوانات خير من الناس؟ خير برشا حاجات فيش حشيك عشر كلمة عشرت نزلين تويك علاش؟ برشا حاجات مونتاليتي تاع تونس تويك صحيح ما عادش تخليك باش تصاحب انسان. علاش خليني انا انسان ديما واحد نعيش وحدي معناها مع الكلاب هذيك هو البروجرام. شنو هي الصفة والا الخصال اللي تلقاهم في الحيوانات تلقاهمش في البشر؟ والله شنو نقول لك معناها برشا حاجات حشاك الكلب يفهم والعبد الانسان ما يفهمش تويك جملة لهالدرجة يعني حسيتك انت تغدرت صارت فيك حكاية من الناس صارت لي حكايات مش حكاية احكي لي ترى هي كنت خاطب مرتين معناها ومعناها تغدرت عشان الكلب ما غدرنيش عمره ما غدرني الكلب انا وعلى الكلاب الكل كسبتها وما غدرنيش الكلب. غدروك في الحالتين؟ غدروني في حالتين. طيب يقول القايل انت غدروك مرتين برشا مرات العيب فيك برشا مرات علي هذيك انا انسان ما حشيك وليت نربي الكلاب معناها خير من كيفاش غدروك سامحني؟ غدره برشا غدره معناها صاير نعيش معاك ونكمل معاك ونعيش مع دارك ودرشناه ومن بعديك ما يصير شيء معناها اللي قاعد من الكلام معناها ما يصير حتى شيء. معناها معناها تلقى انسان اخر لابس بهما اكثر منك تمشي له ولا هم من الاخر معناها اذا كان سيمون لبس الخاتم في صباحها معناها صحيح لي انت نسيك تبدل البروجرام بعد جم ابو والله هاي يقول لك نورمالمون لبس الخاتم كها ولد بس ولا لي بالعكس يا مجرب الحالتين صاروا لك الحالتين صاروا لي هكا من الخاتم بدلتش الخاتم بدلت على الخاتم بدلت كل شيء جديد شيء ما نفعش قلت منك انت ليه ما شنو منين ما امبوسيبل كان يكون منين انسان ما يحبوش الراجل هكا من الموضوع دخلنا الموضوع معناها انسان ما يحبوش الراجل هكا كيفاش ما يحبوش الراجل ما يحبوش تكون راجل معاهم انت كنت باهي معاها بالطبيعه كنت باهي معاها مع الاولى ومع الثانيه ومع تجيب لها في الكادوات ودنيا كل شيء مانيش خالي معاهم اكثر والموسم كل شيء اهم حاجات اهم حاجات كل شيء موجود اللي تحب عليه هي زين انا نخوي بالك على خاطر الخاتم ماهوش ديامون ليه كيك حاجه اخرى هذه في تونس شنو عاديه طلبت ودرت بها معلم شنو تونس كامله درتها معني على اساس خاتم شنو يعجبها كان هذاك مال علاش فلوسي في جيبي يعني فهمتني وهي معناتها طلبت حاجه هذيك خذيتها لها معني مش انا نمشي ونتبع من تين طلبت حاجه هذيك خذيتها لها لا هي كيف قالت لك اوكي كل حد على روحه شنو السبب اللي قالتوا له سبب خلطه نرجع للخلطه هي دخلت في برشا عبيد ليه بارلو ليه بنيت اصحاب يعني حتى من اقارب معناها من الاقارب نتاعها معناها نجم يبدلها الانسان فهمتني بدلوا لها رايها بدلوا لها رايها في فاسيمون معناها زينيه يعطيك الصحه
ديريكت تبدل معني الموضوع يصير لي انا معني قلت لك اسال مجرب معني من غير ما تسال طبيب من الاخر. هذاك علاش نسال فيك حتى انا ديما نسال في السونتر نحب نسال لعبه المجربه انا. انت هاني مجرب انا مرتين. بي انت تويك كيفاش تدخل في ريلاسيون من اول وجديد اسكو يعني ماخو حذرك صحيح تويك معني حامي ايوا ساعه تدخل في ريلاسيون اخرى ولا جمله شطبت انا تصير شطبت انا شطبت حبيت معني كيما نقولوا فيها عم دار معني دار سي بون معني كنت تكمل معني حبيت نعمل عائله ودرس ندرس مع الدار يا اخي مكتبش مكتوب سي بون مره الاولى مره ثانيه كه باهي احنا توا هاني انا باش نعاونك اوكي البنات اللي تفرجوا فينا قول لنا انت شنو هي مواصفات فتاه احلامك المراه اللي باش تهنيك نهار اخر باش هاكم على الاقل كي نقاولك مراه نخطب لك ليلي مركلو فيك انا صايم معناها حكايه وحلفت عليها ماني معاش معاود حياتي جمله سيليباتير ليبر سي بون اخر قرار معناها قرار انت كمل نص دينك سي بون معاش ساعد بالرسم حتى العيشه اصلا بتونس معاش ساعد بالرغم وحدي معناها ما كل واحنا نعيش وحدي معناها ماني ما مانيش عندي شخلطه فما ما عنديش شخلطه اصلا ونعيش وحدي الحاجه معني اللي حاجتي بيها مش في مخي نعمل هكاها نخدم خدمه دار قهوه هذيك هو الموضوع نتلي سيد اخر كلام